بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: كيف يكون الإنسان مطبقا لكمال التوحيد؟ وفقرتي الثانية: إذا قام العبد بعمل مصادم لكمال التوحيد هل يخرجه من 70,000؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يكون الرجل مطبقا أي منفذا لكمال التوحيد بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمحدثات كلها. وكمال التوحيد ينقسم إلى قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. فالمسلم يكمل التوحيد بالقسمين الواجب والمستحب ويحافظ على عقيدته. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة العبد إذا قام بعمل مصادم لكمال التوحيد هل يخرجه من 70,000؟ نعم، إذا كان هذا الذنب أو المخالفة تنافي كمال التوحيد الواجب فإنه لا يكون من 70,000. وكذلك حتى ولو كان الكمال المستحب، إنما يكون موحدا ناقص التوحيد ولا يكون كامل التوحيد حتى يترك المعاصي الكبائر والصغائر. نعم. يقول: الشخص الذي أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في تشهد، هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين أم يصليها ظهرا؟ صليها ظهرا، لأن الجمعة والجماعة على الصحيح لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة قبل أن يأتي المسبوق دخل معه، فإنه لا يكون مدركا للجماعة ولا مدركا للجمعة، ويصليها ظهرا بالنسبة للجمعة ويصليها قضاء بالنسبة لغير الجمعة. نعم. يقول السائل من السودان: لماذا منعت المرأة من زيارة القبور؟ وإذا مرت هي بالمقبرة هل تدعو لهم؟ منعت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعها، لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرد. وذلك لأن المرأة ضعيفة، قد تتأثر إذا رأت قبر قريبها أو زوجها تتأثر وتجزع. وكذلك المرأة إذا انطلقت وذهبت إلى المقابر فإنها تكون عرضة للفساق وعرضة لمن يرصدها ويجري خلفها ويراقبها، لا تذهب إلى المقابر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن بعض الناس وتساهلهم في الوصية: متى تكتب الوصية وما هي شروطها وأين تحرر؟ الوصية بالحقوق واجبة، لا يتركها الإنسان. إذا كان عنده أمانات أو ودائع للناس أو له حقوق عند الناس غير مكتوبة أو عليه ديون للناس أو له ديون غير موثقة عند الناس فإنه يوصي بها ويثبتها لأجل أن لا تضيع. أما الوصية بالتبرع بشيء من ماله بعد موته فهي مستحبة وليست واجبة. واليوم الوصايا توثق بالمحاكم، فالذي يريد أن يوصي يذهب إلى كاتب العدل أو إلى القاضي ويكتب وصيته عنده. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن ندرس خارج المملكة وأخذنا بفتوى أننا نجمع ونقصر في غرفتنا، هل يجوز لنا ذلك يا فضيلة الشيخ حتى رجوعنا إلى بلدنا؟ لا يجوز لكم ذلك وأنتم لم تصلوا، لأن صلاتكم غير صحيحة والفتوى لا تفيدكم. لأن جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح، أن المقيم إقامة طويلة تزيد على 4 أيام ينقطع سفره ويلزمه ما يلزم المقيم من الصيام وإتمام الصلاة، وأنتم تقيمون سنين للدراسة، كيف تكونوا مسافرين؟ أنتم
أنتم تستأجرون بيوت وربما تتملكون بيوت للإقامة. المسافر هل يستأجر بيت طويل سنتين أو ثلاث؟ هل المسافر يشتري بيتا؟ هذه أمور الإقامة ليست أمور السفر. فأنتم هل غلط في هذا الشيء؟ ولا تغركم هذه الأقوال وهذه الفتاوى، لأن جمهور أهل العلم والدليل من الكتاب والسنة على عدم الترخص للمقيم إقامة طويلة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل عبد العزيز يقول: هل من فاتته صلاة المغرب يصليها سرية أو جهرية؟ صلاة الليل جهرية، سواء مع الجماعة أو صلاها منفردا، هذا مستحب. إذا جهر فهو مستحب، وإن أسر فلا بأس. نعم. يقول السائل: إذا نذرت لله نذرا بأن أذبح وأعمل وليمة، ثم غيرت رأيي بأن أذبح وأوزع ما أذبحه على الفقراء، هذا من نذر المباح. أنت نذرت أن تذبح وليمة تأكلها أنت وأصدقائك ثم عدلت إلى توزيعها، كلاهما أمر طيب. نعم. يقول: بالنسبة للدعاء وعن أثره في تغيير الأحوال، وهل يجوز الدعاء في الصلاة أيضا بأشياء دنيوية؟ إن يجعل دعاء الصلاة كله في أمور الدنيا لا يجوز، أما إذا دعا بأمور الآخرة ودعا معه بما يحتاجه من أمور الدنيا فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم قول الإنسان أنا أكره الملتزمين؟ هذا نفاق، الذي يكره المستقيمين على الدين هذا علامة نفاق والعياذ بالله، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ربه عز وجل. نعم. أيضا من أسئلتي يقول: كيف يتخلص الشخص من المال الحرام؟ ما هي الطرق في ذلك؟ مأجوري. المال الحرام إذا كان يعرف أصحابه الذين أخذه منهم يجب عليه أن يرده عليهم، أن يتوب إلى الله ويرد عليهم. أما إذا كان لا يعرف أصحابه، تاب إلى الله وأراد أن يتخلص منه، يضعه في مشروع من المشاريع النافعة، لأنه في حكم المال الضائع الذي ليس له مالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي يعمل أمور محرمة في الشرع، وقمت بنصحه ولكن لا فائدة، وإذا أيضا قمت بنصيحته غضب علي، وهو الآن لا يكلمني ولي قرابة 3 أشهر ونحن في خصام، وهو لا يكلمني لأنني حاولت أن أحاوره ولم يسمع مني. أنت أديت الواجب، جزاك الله خيرا ونصحته، وهذا من حقه عليك، وأما هو فيجب عليه أن يقبل النصيح ولا تأخذه العزة بالإثم، وإذا هجرك فالإثم عليه هو، أنت ليس عليك إثم في هذا لأنك لم تخطئ في حقه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: أنا أحرص على الصلاة، ولكنني فضيلة الشيخ بالنسبة للخشوع قليل الخشوع وأكثر من السرحان، فهل صلاتي صحيحة وينقص أجري؟ صلاتك صحيحة، ولكن ينقص أجرك إذا كثر أو قل فيها السرحان والوسواس، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تحضر قلبك، وأن تطرد الوساوس، تقبل على صلاتك، فإذا فعلت ذلك فإنه لا يضرك بإذن الله. نعم. يقول: إذا شعر المصلي بأنه أخل بالسكينة في إحدى ركعات الصلاة المفروضة أو النافلة، فماذا يفعل؟ هل يأتي بسجود السهو؟ سكينة أو الطمأنينة؟ الطمأنينة. نعم. إذا أخل بالطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء الذي لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض المرات فضيلة الشيخ، إمام المسجد يطول في إحدى السجدات وأيضا في إحدى الركعات يطول دون الأخرى، هل تكون الركعات بالتساوي؟ نعم، تكون الصلاة متعادلة، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع والسجود، وإذا توسط يوسط الركوع والسجود، فتكون صلاته متعادلة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الاتكاء على المصحف؟ وأيضا ألاحظ أن البعض من المصلين يمد الرجل أو الرجلين إلى الصندوق الذي يحمل المصاحف، فما الحكم في مثل ذلك؟ لا يجوز الاتكاء على المصحف ولا يجوز توسده، لأن هذا من الإهانة له، والمصحف الشريف يرفع. وأما مد الرجلين فإذا كان بعيدا من الصندوق لا مانع، أما إذا كان قريبا، فإن كانت المصاحف حذاء رجليه ويمد رجليه إليها وهي حذاء رجليه هذا لا يجوز، أما إذا كانت مرتفعة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف نشرح صفات الله عز وجل للصم عن طريق الإشارة، وهل يجوز ذلك؟ تشرحونها بما يفهمهم لمعانيها. نعم. بالنسبة لرفع اليدين في دعاء السفر ودخول المنزل،
المنزل وركوب الدابة، هل هو مشروع شيخ؟ لم يرد هذا، يدعى بدون رفع يدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لتسوية الصفوف، هناك من يتساءل بتسوية الصفوف، فما حكم هذا؟ مأجوري؟ هذا ترك واجبا، الذي يتساهل في تسوية الصفوف ترك واجبا، يجب تسوية الصفوف بين المصلين أنفسهم، والإمام أيضا يسويهم وينظر إليهم ويلاحظ ما يحصل في الصف من خلل. نعم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من سائل يقول: هل يشترط وجود نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ هذا في جمع التقديم. نعم. نعم، قالوا يشترط، وأما في جمع التأخير فلا يشترط هذا، والصحيح أنه لا يشترط في الحالتين، فلو أنه صلى الأولى ثم بدا له أن يجمع فلا مانع، أدام لم يفت الوقت، يعني لم يفت وقت الجمع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: شخص عليه مؤخر صداق قدره 20,000 ريال يحل بأدنى الأجلين، الموت أو الطلاق. السؤال يا شيخ: هل يجوز له أن يعجل ذلك للمرأة ليسلم من الدين؟ وهل على المرأة زكاة هذا المال إذا كان نقود؟ نعم، على المرأة زكاة مهرها إذا كان في ذمة الزوج، لأنه دين في ذمته، وإذا كان المهر مؤجلا فللزوج أن يعجله ويدفعه لها عاجلا، لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية الخالدة؟ أحسن الله إليكم. ما أظن السائل لا يقرأ القرآن، هذا في القرآن: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أفضل الدعاء إذا وافقت ليلة القدر أن أدعو به، وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة وفي عرفة، الدعاء المأثور الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لليلة القدر، سألته عائشة رضي الله عنها ماذا تقول، قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فيكثر من هذا ويدعو أيضا بغيره معه. وأما يوم الجمعة فلم يرد دعاء معين، ولكن المسلم يجتهد في الدعاء في أمور دينه ودنياه، وكذلك الساعة في يوم الجمعة لم يرد في تحديد الدعاء فيها دعاء معين. وأما في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. هذا السائل عيسى يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بنعمة الله مثل وهذه النعمة؟ لا، نعمة مخلوقة ولا يجوز الحلف بها، إنما يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما النعمة إذا أريد بها الأكل أو الشرب أو غير ذلك من النعم فهي مخلوق لا يحلف بها. نعم. هذا أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي حول التوسل، ما هو التوسل؟ وإذا جعلت شخص واسطة بيني وبين الله، مع علمي بأن الله هو القادر على ذلك وهو النافع الضار، وهذا الشخص لفضله عند الله. التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، والوسيلة هي القربة والطاعة، وليس المراد بالوسيلة اتخاذ شخص بينك وبين الله، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة، ادعو الله مباشرة بدون واسطة، لأنه لم يرد دليل على جعل الواسطة بين الداعي وبين الله من خلقه، لا يجوز هذا، هذا من البدع، وقد يكون شركا إذا صرف لهذا الواسطة شيء من العبادة، أن ذبح له أو نذر له، وهذا واقع من عباد القبور اليوم، يعبدونهم بالذبائح وبالقربات كما فعل أهل الجاهلية، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم وهي باطلة. الله ليس بينه وبين خلقه وسائط من المخلوقين، الله أمرنا بعبادته وأمرنا بدعائه وسؤاله بدون وسائط. نعم. أحسن الله إليكم، هذا نور الدين يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المريض إذا كان يصلي ولكن لا يتحرى القبلة؟ لا بد من استقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة، إلا إذا لم يستطع استقبال القبلة فإنها يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حسب حاله، وإلا التنبيه
التنفل في السفر للذي يسير في الليل، يسير على راحلته، على سيارته، على دابته في الليل، له أن يصلي صلاة الليل على المركوب أينما توجه به. نعم. فضيلة الشيخ، هذا أبو يوسف يقول: السلام عليكم، سؤالي: مسجد بني جديدا وبقي الفرش فيه ناقصا، فهل إذا اشتركت في شراء الفرش لأجر البناء؟ لك أجر الفرش، لك أجر الفرش، والبناء أجره لمن بنى. نعم. يقول: لدينا خطيب يقول في خطبته: أعوذ بالله من الله، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك منك. هذا بدعة، هذا الدعاء بدعة، لا يقول أعوذ بالله من الله، لا يجوز هذا، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ما ثبت عن الرسول: وأعوذ بك منك، في دعاء القنوت. نعم. لا في الخطبة. نعم. هذا أبو عمار يقول: الشيخ، بالنسبة للعائن، كيف يتوضأ وكيف يسكب الماء على المعيون، وحدثونا ما هو الأفضل في ذلك إذا أصيب الإنسان بالعين؟ توضأ وضوءه للصلاة، أو يغسل يديه ووجهه، أو يغسل شيئا من إزاره، ويصب على من أصابته العين ويبرأ بإذن الله، هذا من العلاج للعين. نعم. هل هناك دليل بأن المذي نجس، ولو صلى الشخص بثوب فيه بعض المذي هل تبطل الصلاة؟ نعم، الرسول أمر بغسله بنضحه، دليل أن الرسول أمر بنضحه وأمر بغسل الذكر منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ أبو ريان: نحن في مدرسة ثانوية، ويبعد عنا المسجد الخاص بالحي حوالي 200 متر، ونحن نصلي داخل المدرسة بالمصلى الخاص في فناء المدرسة. السؤال: هل نؤذن للصلاة أم نكتفي بأذان المسجد الذي قد لا نسمعه لكبر المدرسة؟ إذا خرجتم من المسجد يحصل يعني خلل في طلاب ويتفرقون، فتريدون أن تضبطوهم صلون في المدرسة، لا بأس بذلك، والأذان يكفي أذان المساجد التي حولكم، وإذا أذنتم فلا بأس بذلك، لكن لا يكون بصوت مرتفع يشبه المساجد. نعم. أخيرا الشيخ صالح يقول: شخص يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر أنه نسي آية ثم عاد القراءة للفاتحة، هل ما فعله صحيح؟ نعم، لابد من هذا، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بجميع ألفاظها، حتى التشديدات التي فيها الحرف المشدد عن حرفين، لابد من قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها وحركاتها، لابد من هذا، لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم. وإذا ترك يا شيخ صالح، هل يجب عليه سجود سهو؟ إذا تركها ما يكفي سجود السهو، يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.